جرف كما سنتحدث عن قضية تأثيرات الأنظمة الأخرى على النظام الاجتماعي الإسلامي. الأنظمة الغربية على النظام الاجتماعي الإسلامي، ويعني سنفرد ذلك حلقات أخرى. نعم. في علاقة الرجل بالمرأة ومكانة المرأة التفاصيل. في الإسلام، أيوة، كيفية التعامل مع الأطفال في الإسلام. ولكن دعنا في النظام المجتمعي، ما هي المقومات التي يجب أن يقوم عليها النظام المجتمعي في الإسلام؟ أولى هذه المقومات الأساسية أن يكون هذا المجتمع منقادا لأحكام الإسلام، لأنه جزء أساسي من يعني من متطلبات قيام هذا النظام على الإسلام هو الرضا بهذا النظام الإلهي. لأنه ولذلك يعني المجتمع مطالب ابتداء يعني إعلان الاستسلام، الخضوع لله عز وجل. الخضوع لله عز وجل. فيجب على الرجل ويجب على المرأة أن يوقن أولاً أن الذي خلقهما هو الله عز وجل، وكما قال عز وجل أنه خلق الذكر والأنثى، قال سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فإذا حين يؤمن كل من الرجل والمرأة في النظام الاجتماعي بأن الله الخالق لهما هو الآمر لهما، ألا له الخلق والأمر، هذا يسهل علينا كثيرا تقبل الأحكام الشرعية التي تأتي. لأن أكثر الأحكام الاعتراضات في الأحكام الشرعية التي تأتي في التفاصيل، عندما نتكلم عن الحجاب ولا نتكلم عن قضية وجوب الولاية ولا نتكلم عن موضوع عدم الاختلاط أو نتكلم عن موضوع القضايا دي كلها مبناها الأساسي على الإذعان. يعني هذا الإذعان الأول مهم جدا، ولذلك القرآن الكريم يعني يخاطبنا في السور التي تؤسس للنظام الاجتماعي يخاطبنا باسم الإيمان كثيرا. يعني شوف سورة النور، يعني كم الله سبحانه وتعالى تحدث عن المؤمنين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. إذن الحديث كله عن الإيمان وعن أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، موضوع الاستثناء. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذن الخطاب للمؤمنين، مما يدل على أن أولى مقومات قيام هذا المجتمع هو الإذعان الإيماني. هذه القضية الأولى، والخضوع لأوامر الله عز وجل. القضية الثانية وهي المهمة، لا بد من تعلم هذا النظام. إحدى مشكلات يعني ضعف المجتمع المسلم الجهل بالأحكام الشرعية. لا يكفي أن أعلن على انحيازي للإسلام ثم لا أعرف ماذا يريد الله مني، يعني أجهل ماذا يريده الله تعالى مني، هذا معيب جدا. ولذلك ما الذي يحدث احيانا؟ نظرا لغياب الثقافه الاسلاميه الصحيحه تجاه هذا النظام، تدخل علينا عادات وتقاليد تحسب على انها من النظام المجتمعي او النظام الاجتماعي.